أربعة. قولي الخامسة. شو هذا؟ حق الشهداء، حق الشهداء اللي ماتوا، وده حق الجرحى، وده حق الناس اللي ماتوا من الكوليرا من اهمالات الانقاذ المتراكمه، وده حق الشعب السوداني الحي القاعد ده. الحق في الصحه ما بيحصل، الحق في الصحه للناس الفنيين بس. لازم انتم كلجان مقاومه اللي حقابلهم الليله، حقابلهم بكره الصباح ان شاء الله ممثلين لرجال المقاومه عشان اسمع منهم براهم لوحدهم نوع الكلام اللي انتم بتقولوه. الخص لكم حاجه اساسيه، واحد دايرين لكم تحاسبونا اتحاديا ولائيا ومحليا، الفاسد تجمعوا عليه وادله وتقولوا لي انا اللي قدامكم ده عملت حاجه غلط، ركبت عربيه غلط، شفت حاجه غلط، تعالجت غلط، سرقت من حق الشعب ومن حق الدوله، اتحاسب. تمشوا ما دام في حريه، تجيبوا محامين وتفتحوا القضايا والبلاغات وتجيبوا الادله. الهتاف لازم سياسيا عشان تعبوا الناس، لكن جيبوا الادله وامشوا بالطريقه الرسميه بتاعت القانون عشان تفتحوا البلاغات. غير كده عداله ما بتحصل، عداله بالكواريك ساكت ما بتحصل. الكواريك بتساعد تعبي الناس، دي مهمه، لكن معاها كمان لازم نمشي احنا نفتح بلاغات ونعرف الطريقه القانونيه عشان الناس تسجل. انا ده لازم اسجل وانا في الحمد لله. الحاجه الثانيه المهمه جوا المراكز الصحيه دي سياسه ما عندنا. عمر البشير والناس اللي بيتكلموا عنهم هنا دين بتتهموهم دين، وعمر البشير المودان وكلنا عارفين انه مودان ولا اسوأ زول مودان من ناس الانقاذ. دخل جوا هنا عيان وانا طبيب بتاع طبيب ووزير بتاع صحه اتحادي، عندي التزام اديه من موارد الشعب السوداني واعالجه، لانه صحه للجميع. المجرم عنده حق صحه، المودان عنده حق صحه، ابشع مجرم بتاع اباده عنده حق بتاع صحه. فجوا هنا بنقعد، وان شاء الله رجال المقاومه حتشوفوها قاعده في رجال بتاع الاداره المشتركه مع إدارة الخدمات الصحية بتتكلموا عنها دي ذاتها، لكن على المستوى بتاع مدير هذا المركز اللي عملتوه أنتم بمجهودكم وصلحتوه وعملتوا الكهرباء وطاقته والمويه، كتر خيركم كثير، أشكركم الله وأشكركم الشعب السوداني. لكن جوا المركز ده جوا هنا لو في زول عيان من اللي بتتهمون ديل عنده حق العلاج ما بتقدروا توقفوه. وأنا ما بسمح إنه الناس تقول إنه الحق الصحة ده يمنع منه زول. جوا هنا أنتم ممثلين للشعب تقعدوا في لجنة مشتركة. هو الحرية والتغيير تقعد لجنة تنسيقية الكوادر الصحية بتاعت الإقليم تقعد برضه مع المدراء ويقعدوا في فريق واحد. الحمد لله بدوا من الليلة بدوا، ومن قبلها كمان في ناس قاعدين يقعدوا معاهم. وعلى المستوى الولائي كتر خيره سيادة الوالي، امبارح في الغرفة بتاعت الطوارئ رحب بممثلي المجتمع المدني بما فيهم رجال المقاومة والآخرين. نحن لو قعدنا عملنا الحاجة دي وانتهينا من الكوليرا، الأربع حاجات اللي قلناها بتاعت حرية، سلام، وعدالة، والمدنية، المدنية الحقيقية اللي تمشي بالقانون وحكم المواطنة والمساواة للجميع بتحصل. لكن لو قعدنا نطلع الخلافات حقاتنا، الخلاف المفروض يجي خامس، جبنا في الأول، الكوليرا دي حتقتلنا. الكوليرا دي حتقتلنا. لازم نغلي الموية، لازم نوعي الناس. البيت بتاع الزول اللي بتسموه كوز، والمتهم والمدان، والسرق والكتل، والضرب المتظاهرين، تدخل الوعي وتوعي الناس فيه، لانه اسرته ما عندها شغله بالعمل. لازم يكون حي. قاعدين تجيبوا للمحاكمه لازم يجي حي. يرد قبل المحاكمه لازم يتعالج. الحق في الصحه ده ما بيجي في اي حته. الكوليرا دي لازم تقيف، لازم نغلي المويه، لازم نعمل كلوره للمويه، لازم اي عيان يجي اسهال وطراش يتقدم يمشي لاقرب مرفق صحي مباشره، ولو جه هنا مباشره بيستقبلوه، اليوم هنا بيستقبلوه. كتر خيرهم المنظمات الداعمه، ما بس من الشباب ومن المنظمات السودانيه، منظمات الدعم الاجنبيه والعالم كله، عشان ثورتكم انتوا هسه بيكتبوا في شيكات ولا عارفين انها حتمشي وين. وحتتشاوروا انتوا فيهم وانتوا اللي حتقرروا انها حتمشي وين، ما زي زمن الانقاذ. ياتوا محافظه، ياتوا محليه، كان جنيه شرق، كان جنيه صرف، كان اي حته، بتحددوها انتوا بالتشاور وبالتعاون مع السلطات الولائيه في غرفه اغاثه قاعدين فيها انتوا كاعضاء انداد. مع السلطات بتحددوا تمشوا وين الحاجات دي، بتحددوا ياتوا سلخانه بتتقفل، بتحددوا ياتوا مطبخ، ياتوا مكب بتاع نفايات اللاجئ بتحفل ويبتعد من الحته دي، بتحددوا ياتوا كلوره بتاعت محطه مياه لازم تمشي، بتحددوا انه المطعوم ان شاء الله بتاع الكوره لو قدرنا نتحصل عليه لما نيجي يمشي في ياتوا ولايات. ممثلين انتوا استعملوا هذا التمثيل عشان نحمي الناس من الكوليرا ومن الخريف. كل الاهداف الثانيه ممكن تمشي بالتوازن، ما في تعارض. لكن للكوليرا دي، ودي مسؤوليتي انا ده. انا ما وزير العدل ولا ما وزير ولا النائب العام ولا رئيس القضاء، انا وزير الصحه. وزير الصحه معناه الصحه بتاعت المواطن دي بغض النظر عن انه هو منه، لازم يتم انجازه باسرع فرصه في اقليم زي ده. ده اقليم الحضاره،
ده الإقليم بتاع السلطنات القديمة، ده الإقليم اللي قامت منه الحضارة من فيما قبل التاريخ، وده الإقليم اللي صار يوم 13 ديسمبر من السودان كله نايم. إحنا اللي بديناها والليلة جبناها، إحنا اللي بديناها والليلة جبناها، إحنا اللي بديناها والليلة جبناها.